واحنا بنتكلم يا جماعه عن الموضوع ده سمعكم ابراهيم سعيد. كل الناس بهدلت من كابتن احمد شوبير، ظهور عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا في تدريب الزمالك. ماشي، انا عايز بس اعلق على الجزئيه دي. اولا الحمد لله على سلامته، يعني الحمد لله على سلامتهم ومنورين ورجعوا بلدهم وفي وسط اسرتهم وفي وسط اهلهم. وهتكلم ان في الجزئيه دي ممكن يكون اداره نادي الزمالك او المسؤولين في نادي الزمالك تعاملوا نفسي. بس يا جماعه برضو هفضل اعيد في القصه دي. يعني كابتن شوبير من المصطلح بتاعه ومن الطريقه بتاعته هو يعني اكيد ان الموضوع بقى سهل. ده توقعي الشخصي، يعني ان الموضوع ان هو رجع نزل التمرين، يعني معناه ان مفيش حاجه حصلت. كنت اتمنى ولسه عند رايي ان لازم كابتن حسين لبيب ومجلس الاداره لازم يحصل تحقيق. على فكره يا جماعه هو الموضوع ده كان سهل، الموضوع ده كان شاغل راي عام وكان شاغل جمهور الزمالك وشاغل كل جماهير الكره المصريه، وفي الامارات اتكلموا عنه وفي السعوديه والوطن العربي كانوا اتكلموا عن الموضوع. هل الموضوع ده خلاص عدى كده خلاص مرور الكرام زي ما بيتقال، خصوصي كمان ان بعد غرامات اتحاد الكوره عليهم يعني بحس انها مش عقوبه اصلا. وحتى عايز اتكلم على الجزئيه بتاعه اتحاد الكوره، هل اتحاد الكوره عشان هو عارف مثلا ان هو في خلال الفتره اللي جايه ممكن ما يبقاش متواجد فقال لك بقى خلاص نسيبها للناس الجديده اللي جايه في مجلس الاداره الجديد؟ ما ده مش صح، لان الازمه هتفضل مستمره. لو اوضه اللبس او انزل في المدرج او انزل مع زمايلك، ابعد، بتاخد كده اللعيبه بتاعتك تقول لهم يطلعوا بره، وبتروح انت للموقف اللي حصل سواء مع الامن سواء مع مدير الامن انت اللي بتتكلم معاه، انت اللي بتهدي لانك انت مدير الكوره، يعني انت الكابتن، انت اللي بتتم اوضه اللبس. عمره ما يحصل لان كل لعيب عارف هو فين، هو عارف المكان بتاعه اللي هو عايش فيه فين، مفيش تخطي. ده هجوم ابراهيم. انا كنت اتمنى من اتحاد الكوره عبد الناصر زيدان، وبقول لكم بما يرضي الله، ان يحال الموضوع للجنه الانضباط، لانك انت اخرك في المسابقات 4 مباريات و20,000 جنيه في الليله، كان لازم توديهم للانضباط عشان يتقدموا. مش عمرو ادهم بيعاقبنا عشان بنقول الحقيقه بما يرضي الله؟ ده احنا مهنيين ونعلم اي حد المهنيه. معلش لان انا عارف الصدر يا راجل، تسمعك لغايه دلوقتي بيتكلموا على ان الاهلي خد السوبر حرام كان هدف الجزيره. اسمعك جمال الشريف، اسمع معايا كده جمال الشريف، صدق بالله قعدوا يلفوا يا صاحبي، جابوا كل خبراء التحكيم الاجانب والعرب، حتى كولينا لو يقدروا يجيبوه كانوا جابوه، عشان يقول لهم هدف سيف الدين الجزيره في الاهلي صح، عشان يقول لك بقول حرام. الذراع والايدي ليست لا تعتبر عند اكتساب التسلل، لا تدخل اكتساب التسلل، لان كله يقول لك في كف ايد. انا ما بقولش، انا بتكلم عن الناس. لسبب بانه اليد والذراع لا يجوز ان يسجل فيها، لا يعني هي خارج الحسبه. حلوة. يعني دائما بنقول انه الايدي كافه، لا يتم الاخذ في الاعتبار، ايدي واذرع كافه اللاعبين بما فيهم حارس لا يدخل في الحساب عند تحديد اللاعب هل هو متواجد في موقع التسلل او غير متواجد فيه. تمام. اذا هذا الموضوع حسين. الجانب الاخر وهو المهم والابرز، وهو طبعا مخالفة التسلل حتى يتحول موقف التسلل الى مخالفة التسلل، يجب ان يكون يعني يصبح اللاعب متداخلا في اللاعب او متداخلا مع المنافس او مستفيدا من موقعه في مخالفة التسلل. هذه الحاله هي حاله تداخل مع اللاعب المنافس. اسمع ترتقي الى اسمع يا متآمر، بين مجموعه من اللاعبين وخاصه اللاعب القريب منك وهو ياسر ابراهيم، فانت بهذه الحاله تؤثر او تضعف وتقوم بمنافسه اللاعب على الكره، فانت بهذه الحاله تمنع اللاعب من المنافسه او تضعف قدرته على المنافسه او لعب الكره، وبالتالي تصبح بهذه الحاله متداخلا في اللعب
عفوا مع المنافس ويجب بالتالي بس يعني كابتن جمال بعد اذنك في مسافه في مسافه يا كابتن جمال ما بين لاعب نادي الزمالك ونادي الاهلي، هو ما اثرش عليه ولا عمل له اي حاجه لان هو لم ده الكابتن مريح في مسافه يا كابتن كبيره جدا في على الاقل يرضى لمس الكره يعني كل الكباتن على طبعا على لهم كل التقدير والاحترام ورأي وموضع تقدير ايضا عملية لمس الكرة هنا يصبح اللاعب متداخلا في اللعب انما عدم لمس الكرة مجرد ان تصعد لاعب الكرة القريبة منك والتي تكاد ان تلمس رأسه وهناك لاعبين منافسين حولك فانت بهذه الحالة انت تسبب لهؤلاء اللاعبين بتداخلك لاعب الكرة القريبة من الرأس تسبب لهم عملية انتظار وبالتالي إذن الهدف تسلل متداخلا مع المنافس إذن الهدف تسلل وقرار الحكم طبعاً. صحيح طيب طبعاً. كرة أوباما ماري بالحقيقة ماري مركز على كل الحالات ده جمال الشريف لغاية دلوق بيتكلموا على ان هدف سيف الدين الجزيري زي ما قال الكابتن طريحية ايده يجيب لك الطرف بتاع الجزمة الراجل قاعد يشرح ساعة على MBC ويقول تداخل وتسلل صحيح جابوا مش عارف محمد فودة من السعودية جابوا بتاع ابو ظبي الرياضية مفيش واحد قال هدف كله قال تسلل العالم كله قال تسلل أدينا ما قلت لك لا أبو جريشة لا كابتن أصدقات جريشة ولا قلت لك وجي أحمد ولا قلت لك نصر عباس ولا قلت لك الكابتن سمير محمود عثمان ولا قلت لك الكابتن ياسر عبد الرؤوف ولا قلت لك أي حد مصري ولا الكابتن جمال الغندور ولا الكابتن عصام عبد الفتاح كل اللي بقولهم لك أجانب وعرب ولا واحد قال سيف الدين الجزيري هدف سليم في السوبر المصري إلا هما شغالين البطولة الحرام البطولة الحرام البطولة الحرام لا يمكن ناس موهومة وهم السنين عندها مرض قاتل ذباب إلكتروني مش عايز يدزغر بالأحذية يعني اقول لك كلينا راحت له اللعبه قال تسلل ومحمود عاشور ياخد وسام عليها وهم الوحيدين اللي مصممين ان سيف الدين الجزيري صح الاهلي عامل لهم هسهس في دماغهم وللاسف الشديد هذا المجلس صدمني وبقول لك على الهوى بيهددوا في كل مكان انا على المستوى الشخصي وانا بقول للكابتن حسين لبيب اهو قبل ما اقول لكم سلام عليكم لك كل الاحترام والتقدير واعمل اللي انت عايزه اللي انت عايزه اعمله وبيني وبينك القانون والاحترام